السلام عليكم متتبعي قناتنا أخبار الوظيفة، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله سيكون حديثنا في هذا الفيديو عن طريقة التسجيل القبلي في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة. بالنسبة لعملية التسجيل كتطلب مرحلتين، المرحلة الأولى تقوم يعني بالدخول إلى رابط وتدخل فقط المعلومات الشخصية إلى غير ذلك، أما المرحلة الثانية فهي خاصة باختيار الشعبة ثم أخذ الموعد، بمعنى الموعد اللي غادي تدفعوا فيه الوثائق في الجامعة وتكملوا عملية التسجيل. قبل ما نبدأ في شرح العملية الأولى لابد يعني نوضح واحد النقطة للطلبة. أثناء عملية التسجيل عاد احتاجوا إلى رابطين، كما قلت في الأول الرابط الأول خاص يعني بإدخال بعض المعلومات الشخصية، أما الرابط الثاني فهو خاص يعني باختيار الشعبة ثم أخذ الموعد. لهذا أنا نحاول يعني ننزل لكم هذا الرابطين في أسفل الفيديو. إذا نبدأ بشرح الطريقة الأولى، تدخلوا إلى رابط التسجيل كما ترون في الصورة، من بعد تقوموا إدخال رقم مسار وتقوموا بالضغط فاليدي. من بعد ما تقومون بالضغط في الفاليدي عدر لكم هذه الاستمارة، أنتم مطلوب منكم إدخال بعض المعلومات الشخصية. لكن بالنسبة لرقم مسار ودا دونيسونس والنوم والبخينوم هتلقاوهم يعني مدخلين أوتوماتيكيا. أنتم هتقوموا بإدخال الاسم والنسب باللغة العربية ثم اختيار الحالة العائلية واش عازب أم متزوج، إضافة إلى وضعية الإعاقة، يعني إذا كنت كتعاني من شي إعاقة غتختار نوعية الإعاقة، وإذا ما كنت كتعاني حتى من شي إعاقة غتعمل بدون إعاقة. من بعد غتقوم بإدخال فيل دونيسونس يعني المدينة اللي تزاديت فيها باللغة العربية ثم الفرنسية، ثم يعني غتختاروا بروفانس يعني الإقليم، إضافة إلى أدريس أي عنوان السكن، و بروفانس يعني إقليم السكن، إضافة إلى كود بوستال يعني الرمز البريدي. هما يعني يعطيكم العديد من الاختيارات ثم تختاروا الرمز البريدي لمدينتكم، ثم رقم الهاتف والإيميل. وبالنسبة للمعلومات الخاصة بالبكالوريا تلقاوها كذلك مدخلة أوتوماتيكيا. ثم كتجي مرحلة أخرى يعني كيقول لك واش عندكم حساب بنكي وي أو نو، إذا كان عندكم غتعملوا وي وتدخلوا الرقم، وإذا ما كانش عندكم غتعملوا نو. ثم كيطلب منكم يعني إدخال المعلومات الخاصة بالأب ثم الأم. أولا يعني كيقول لك إدخال رقم بطاقة للأب، إذا كان عنده بطاقة غتعملوا وي وتدخلوا رقم بطاقة الوطنية، وإذا ما كانش عنده بطاقة الوطنية غتعملوا نو. من بعد تقوموا بإدخال النوم دي بير إضافة إلى بخينوم دي بير ثم دات دو نيسونس يعني تاريخ الازدياد. ثم يقول لك فوتر بير اي دي سي دي يعني واش الأب متوفى أم لا، إذا كان متوفى غتعملوا وي وتقوموا بإدخال تاريخ الوفاة، وإذا كان مازال على قيد الحياة غتعملوا نو. ونفس الأمر ينطبق على الأم، غتقوموا بإدخال رقم بطاقة الوطنية، إذا كان عندها بطاقة غتعملوا وي وتقوموا بإدخال رقم بطاقة، وإذا ما كانش كذلك عند البطاقة الوطنية غتعملوا نو وتقوم بإدخال الاسم ثم النسب إضافة إلى تاريخ الازدياد. ثم كيقول لك كذلك فوت خمير اي دي سي دي، بمعنى هل الأم ما زالت على قيد الحياة أم متوفى، إذا كانت متوفية غتعملوا وي وتقوم بإدخال تاريخ الوفاة، إذا كانت مازال عايشة غتعملوا نو. من بعد كيقولكم يعني واش عندكم التغطية الصحية، إذا كان عندكم عاد عملوا وي وتختاروا يعني نوعيات التغطية الصحية، إذا ما كانش عندكم عاد تعملوا نو. ملي كتأكدوا يعني من هذه المعلومات كاملين صحاح هتقوموا بالضغط سانسكريب، ثم ننتظروا قليلا. من بعد عدر لنا هذه المرحلة الأخيرة كيقول لك امبريمي لا روسي، بمعنى قم بتحميل التوصيل، يعني غادي نحملوا التوصيل. ملي كنقوموا بتحميل التوصيل كنكونوا انتهينا من المرحلة الأولى وكننتقلوا للمرحلة الثانية الخاصة يعني باختيار الشعبة ثم أخذ الموعد. وقبل ما كتنتقلوا يعني للمرحلة الثانية كتنتظروا واحد 5 دقائق يعني ملي كتسجلوا في المرحلة الأولى. إذا كما تلاحظون فلقد قمنا بالدخول إلى الرابط الثاني المخصص لاختيار الشعبة وطلب موعد إيداع ملف التسجيل.
وبالنسبة للمواعيد فهو في صالح الطلبة والموظفين، خصوصا في هذه الظرفية التي تعيشها العالم وبلادنا جراء جائحة كورونا. والطلبة اللي يمكن لهم يتسجلوا يعني هنا في القنيطرة هم الخميسات والزان سلاس سيدي قاسم وسيدي سليمان. قبل ما نبدأ في شرح هذه المرحلة الثانية لا بد يعني من قراءة هذه الملحوظة. إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل القبلي بعد فيرجى استمارة التسجيل القبلي والانتظار 5 دقائق للتفعيل قبل المتابعة. بمعنى يعني قبل ما تدخلوا لهذا الرابط الخاص يعني باختيار الشعب ثم الموعد لا بد تكونوا تسجلتوا في الرابط الأول يعني الخاص بإدخال المعلومات الشخصية كما ذكرت في الأول. كننتظروا يعني 5 دقائق من اللي كتدخلون هذاك الموقع الأول، كننتظروا واحد 5 دقائق عاد كتدخلوا يعني إلى الرابط الثاني. من بعد صافي كتدخلوا يعني لهذا الرابط كما ترون، عاد تقوموا بإدخال كود مسار ثم تقوموا بالضغط في كونتيني، ثم عاد تختاروا الشعبة يعني انتم اللي باغيين واش القانون الى غير ذلك. من بعد عاد تقوموا بتحميل التوصيل. وبالنسبة للتوصيل غادي يظهر لكم على هذا الشكل كما تلاحظون، ومكتوب في هذا التوصيل يعني الوثائق اللي غادي تحتاجوا اثناء عملية التسجيل في الجامعة، اضافة الى التاريخ والتوقيت والمكان اللي غادي تحضروا فيه. إذن هذه هي طريقة التسجيل القبلي بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. قبل ما نختم الفيديو بغيت نوضح واحد النقطة للطلبة. كاين اللي كيقول مثلا أن التوصيل ما فيهش الموعد. بالنسبة يعني للتوصيل كيقول ما فيهش الموعد، راكم تسجلتوا فقط في الرابط الأول يعني قمتم بإدخال معلومات شخصية. هذاك التوصيل يعني ضروري ما كيكونش فيه الموعد، خاصكم ضروري تدخلوا الى الرابط الثاني باش تختاروا الشعبه. من بعد تقوموا بتحميل التوصيل، من ثم يعني غتلقاو التاريخ والتوقيت المحدد في هذاك التوصيل. اخيرا كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وما تنسوش تدعمونا باشتراك وتقوموا بتفعيل زر الجرس ليصلكم اي جديد، وبالتوفيق.